تشارك مصر في أولمبياد باريس الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بأكبر بعثة في تاريخها، مكونة من 148 لاعب ولاعبة و16 لاعب احتياط يتنافسون على ميداليات 22 لعبة أولمبية من أصل 32 لعبة أولمبية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وأفريقي تأهل لاعبه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. ومصر من الدول الرائدة في المشاركات الأولمبية على المستوى العربي، تتصدر جدول ميداليات العرب ب 38 ميدالية متنوعة عبر تاريخها. ومنذ أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية عام 1912، حققت مصر إنجازات في العديد من الرياضات على غرار رفع الأثقال والمصارعة والسباحة والملاكمة والخماسي. وقد وضعت مصر الشعبية والرسمية أبطالها بكثير من الدعوات الصادقة، فللبطل الأولمبي موقع خاص في وجدان المصريين. ولعل قصة بطل الجودو محمد رشوان التي أحيتها السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك. فحكاية رشوان الذي حصد الميدالية الفضية عام 1984 تلعب مباشرة على وتر الروح والأخلاق الرياضية، إذ اختار البطل المصري الخسارة على حساب استهداف قدم منافسه المصابة في المباراة النهائية في أولمبياد لوس أنجلوس. ولعل القضية اكتسبت بعدا آخر على خلفية الضوضاء التي أثيرت حول مشاركة لاعبة الدراجات شاهد سعيد، بعد أن طالب قطاع كبير من الجماهير بحرمانها من تمثيل البلاد في ظل إدانة اللاعبة خلال شهر أبريل الماضي بالإيقاف المحلي والغرامة على خلفية تعمدها إصابة زميلة لها تدعى جنة عليوة. دراما مشاركة مصر في الألعاب الأولمبية في باريس لم تقف عند قضية شاهد، فقد واجه منتخب كرة القدم الأولمبي صعوبات بدءا من تأخير الحصول على تأشيرات لاعبيه ومرورا بتشكيل المنتخب نفسه بسبب تمدد موسم دوري كرة القدم الوطني حتى سبتمبر محالة دون انضمام لاعبين فوق السن من الأندية المحلية إليه، إضافة إلى عدم التمكن من ضم نجم ليفربول محمد صلاح. كما انسحبت بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان من المشاركة في الأولمبياد نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل، مثيرة ريود فعل واسعة. حوارات وجدل كثير على مواقع التواصل الاجتماعي طبع الأيام الموصلة إلى باريس، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام الواسع الذي يوليه المصريون للمنافسات الرياضية التي تولد منها العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، فرص تقع في قلب نقاشات ويكند القاهرة هذا الأسبوع. وللمزيد ينضم إلي في استوديو ويكند القاهرة شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. شريف أهلا وسهلا بك، شرفت ويكند القاهرة. لنبدأ من عدد اللعبات التي تشارك مصر فيها في أولمبياد هذا العام، هل هذا عدد اعتيادي؟ لا، الحقيقة ده أكثر عدد من اللعبات مصر تأهلت به في تاريخها. احنا اللجنة الأولمبية المصرية دايما عندها ثلاثة تارجتس واضحين، نحن نتأهل بأكثر عدد من اللاعبين واللاعبات، وده تحقق الحقيقة لأن احنا تأهلنا في ريو دي جانيرو ب 121 لاعب ولاعبة غير اللاعبة الاحتياطي، تأهلنا في طوكيو ب 134 وكسرنا هذا الرقم، وبعدين تأهلنا دلوقتي ب 149 لاعب ولاعبة بعد استبعاد لاعبة شباب بقينا 148، فده أكبر عدد من اللاعبين. بالنسبة لعدد اللاعبات احنا تأهلنا المرة دي ب 22 في 22 لعبة أولمبية من أصل 28 لعبة أولمبية موجودة في مصر، ده عدد كبير جدا. يمكن لما تأهلش بس 6 اتحادات فقط لا غير، 3 جماعي و3 فردي. 3 جماعي هم كرة السلة والهوكي والرجبي،
وفي الثلاثة الفردي هم ريش الطايرة والترياتلون والجولف. على اعتبار انه بقية الالعاب مش موجودة بمصر، احنا عندنا 32 لعبة اولمبية، في اربع العاب لسه لم يتم عمل التحديث ليها. طيب بما انك ذكرت شريف انه العدد كان 149 وصار 148، دعني امر سريعا على قضية شاهد لانه اخذت قسط واسع من النقاش على السوشيال ميديا. هل موضوع مشاركتها من عدمه هو قرار مصري رسمي او جماهيري في بداية الامر؟ لا، الحقيقة هي لما اتخذ القرار من الاتحاد المصري في بطولة الجمهورية بوقف اللاعبة شاهد لمدة سنة مع تغريمها مبلغ حوالي 5000 جنيه مصري، الوقف المحلي حسب قوانين الاتحاد الدولي للدراجات هو وقف دولي ايضا، الا اذا اللاعب او اللاعبة اعترض، قدم تظلم في الوقت القانوني وطلب استثناء من الاتحاد الدولي للعب دولي، وساعات بيوافقوا خلاص، بس هذا لم يتم. طيب شريف، قلت انه اي لجنه اولمبيه عندها هدف تزيد عدد المتاهلين، تزيد عدد الرياضه اللي تشارك فيها، ونفترض انه تزيد عدد الميداليات. طبعا ده اهم تارجت عندنا هو عدد زياده عدد الميداليات. مصر كان عندنا فتره كبيره كان اكبر عدد من الميداليات في الاولمبياد الصيفيه كان 5 ميداليات، وده كان تحقق في اولمبياد 36 في برلين، اولمبياد 48 في لندن، ثم اولمبياد 2004 في اثينا. احنا قدرنا نكسر هذا الرقم في اولمبياد طوكيو الماضيه، حققنا 6 ميداليات اولمبيه، فده كان تارجت اكثر من رائع. بنتمنى ان احنا في اولمبياد باريس نحاول نكسر ال6 ميداليات ونوصل ل7 ميداليات، ده هيبقى كده احنا حققنا جميع اور تارجت. شريف، كانه في تقريبا نصف قرن ما فيها ميداليات في النص. مصر كان عندها فتره الحقيقه صعبه جدا، من روما 1960 لغايه اثينا 2004، يعني حوالي 44 سنة مصر كان كل بعثاتها بتروح ما تجيبش أي ميدالية وترجع، صفر من الميداليات، باستثناء الميدالية طبعا بتاعة بطلنا محمد رشوان في الجودو اللي حققت فضية لوس أنجلوس. الفترة دي كلها كان في دراوت فظيع الحقيقة، كان يعني مش هقول المستوى كان نزل بشكل كبير جدا، ما كناش كنا أبطال أفريقيا في ألعاب كتير، إنما على المستوى العالمي كنا مش على المستوى المطلوب. شريف، من 2004 وحتى يومنا هذا، هل يمكن الحديث عن منحنى صعودي ثابت نوعا ما، ولا في تذبذب في الأداء كبير؟ لا، هو مصر يعني فترة كبيرة جدا كان في تذبذب، والميداليات بيبقى الناس مش عارفاها، يعني بيحصل تصور للميديا ان احنا رايحين نكسر الدنيا، وده مش صحيح. من 2013 فقط خلاص وقفت قصة الميداليات العشوائية، يعني اخر انا بقول اخر ميداليه الناس فوجئت بيها هي ميداليه علاء ابو القاسم في السلاح في لندن 2012، اللي الناس مين علاء ابو القاسم؟ ما كانش حد عارف، وايه ده؟ ده وصل الميداليه ازاي؟ طب مستواه كان ايه؟ كان مصنف التاسع على العالم، طب ازاي وصل لها؟ من 2013 جه مجلس جديد للجنه الاولمبيه المصريه، وبقينا بنعلن قبل كل اولمبيك جيمز سواء يوث او كبار قبليها باكثر من سنتين وثلاثه كل اللي هيحصل، ايه التارجت بتاعتنا، ايه اللي احنا بنحاول نوصله، مين هم اللاعبين القادرين على الوصول لمنصات التتويج، وتوقعاتنا هي ايه بالظبط. انت تقدر بشكل يعني علمي انك تقول توقعاتك بلس اور ماينس؟ اعطينا توقعاتك لباريس. طبعا احنا في الاخر في الرياضه خلاص، في الرياضه ما تقدرش تقول حاجه 100% وتحصل. طبعا ممكن برازيل بتلاعب فرقه ضعيفه جدا في الكوره وتخسر، مفاجاه وارد. تمام، انما التوقع ايه؟ توقع ان برازيل هي اللي هتكسب مثلا يعني. فتوقعاتنا الحقيقه من 2013 لغايه دلوقتي يمكن بنسبه اكتر من 95% كانت صحيح، فده نسبة كبيرة جدا، ده معناه ان احنا عارفين بنعمل ايه، وهي الرياضة علم واضح وصريح الحقيقة. فانا توقعاتي الشخصية لأولمبياد باريس ان احنا يعني متخيلين ان احنا هنوصل لحوالي 6 ميداليات، قد تزيد واحدة او تقل واحدة، ده المنطقي. احنا عندنا حوالي 11 12 لاعب او لاعبة، لاعب ولاعبة قادرين على المنافسة، بس قادرين دي يعني فرص مختلفة، ممكن واحد فرصته 5%، واحد فرصته 80% في الميدالية، فهي مختلفة تماما، انما هي دي حصيلة اللاعبين القادرين على المنافسة. وعندنا لعبتين جماعيتين اللي هم كرة القدم واليد، برضو فرصهم مش صفر، عندهم فرص للمنافسة. شريف، لا شك يعني بانه يحسب لمصر ان تكون قادرة بعد عام اقتصادي صعب جدا، اكيد ضغط كما ضغط على مختلف جوانب الاقتصاد في مصر على ميزانياتكم، خاصة انه تتعاملوا بالسفر الى الخارج، فيحسب لمصر انه تقدر تطلع باكبر بعثة في تاريخها. بدي اعرف هذا الضغط على الميزانيات هل يمكن ان يكون له اثار نراها لاحقا، وكيف قدرتوا تتعاملوا معه بحيث تقدر كل الاتحادات على الاستمرار؟
طبعا زي ما انت قلتي احنا كان طوكيو خلصت في 2021 بسبب الكورونا اتاجلت سنه، فكان عندنا 3 سنين من الاعداد. احنا حطينا البادجت بتاعتنا، ناقشناها مع وزاره الشباب والرياضه، اتفقنا على كل شيء. لما حصل التعويم الدنيا اختلفت، بقى البادجت اللي محطوط للسنه الاخيره الحقيقه ما يكفيش نص اللي احنا عايزين نعمله. فطبعا وي هاد تو ادجست ايميديتلي، الاتحادات كان لازم تتدخل وتحاول تجيب اكسترا فاندنج، الوزاره ادتنا اكسترا فاندنج ايضا، خلاص فقدرنا ان احنا نصمد الى يومنا هذا ان احنا نحقق يعني نقول اغلب التارجتس اللي نقدر نعملها في محاوله التاهيل والمنافسه. هل كان ممكن يبقى في احسن من كده؟ اكيد طبعا كان ممكن يبقى في احسن من كده لبعض اللاعبين وبعض الاتحادات، انما انا بقول يعني كتر خير الدوله على هي عملته، كتر خير الاتحادات على المجهود الجبار والصمود لغايه هنا. اللي جاي هيبقى صعب جدا، الله يكون في عون سياده الوزير والوزاره فيما هو قادم، والاتحادات الرياضيه ايضا في توفير الماليات المطلوبه. الرياضه زي الصناعه، يعني حضرتك العشرة الاوائل في ترتيب الميداليات في الاولمبياد هم اقوى 10 دول صناعيا، ده شيء، واقتصاديا ده شيء طبيعي. خلاص فلو انا مش في دول ليه متخيل ان انا المفروض في الرياضه اكون فيهم؟ لا، احنا بنجتهد، احنا بنعمل اقصى ما عندنا بالامكانيات الموجوده. اريد شريف ان اعرج هنا على تجربتك بقبعتك الاخرى اللي لها علاقه برئاسه اتحاد الخماسي الحديث في عقد من الزمن منذ استلامك لرئاسه هذا الاتحاد، هو الافضل على مستوى العالم وليس فقط على مستوى مصر، وهو مكتفي ذاتيا على المستوى المالي، صححني ان كنت مخطئه. احنا فعلا خدنا لمده سنتين ورا بعض افضل اتحاد على مستوى العالم، ويمكن في مصر كمان داخليا في مسابقه الافضل خدنا افضل اتحاد على مستوى مصر، يمكن دي ثالث سنه على التوالي. فماشيين في الطريق الصحيح. هل احنا مكتفين ذاتيا؟ لا، خلاص احنا لازال الدعم الاول لينا وللرياضه المصريه كله هو وزاره الشباب والرياضه. الدعم الحكومي هو الجزء الاكبر، خلاص في بعض الاتحادات بتعتمد على الدعم الحكومي بنسبه 100%، فهو ده كل البادجت بتاعها. انتم كيف عززتم هذا الدعم بانشطه اخرى؟ احنا عززنا الدعم ده الحقيقه، انا بشكر كل السبونسرز اللي واقفين معانا. احنا بقى عندنا برودكت، بقى عندنا رول مودلز، بقى عندنا ابطال بيكسبوا على مستوى بطوله العالم والاولمبيك جيمز كمان. احنا اخر اولمبيك جيمز جايبين فضيه في باحمد الجندي، اولمبيات الشباب الاخيره مصر جابت 3 ميداليات ذهب فقط، 2 خماسي وواحد كاراتيه، وواحده منهم سلمى ايمن محطمه الرقم الاولمبي وهتلعب في الاولمبيات القادمه، خلاص لا زالت صغيره بس عندها فرص. فاحنا ماشيين بطريقه كويسه جدا، بنقيم بطولات كبرى في مصر من بطولات الاتحاد الدولي، ودي ساهمت بشكل كبير ايضا ان احنا نعرف نجيب رعاه. مش سهل ان الواحد يكسب البيدنج في الاتحاد الدولي مع منافسه مع دول اخرى عشان تنظيم بطولات كبرى في جمهوريه مصر العربيه، انما الحقيقه مصر فيها انفراستراكشر اكثر من رائع، مش موجود في 3/4 دول العالم. العالم في الاولمبياد فيه 206 دوله بتنافسوا، مصر يمكن اكيد من افضل 10 او 20% من الدول في الامكانيات البشريه وامكانيات كمان الملاعب. سنتوسع في هذا الملف مع ضيوفنا اللاحقين في ويكاند القاهره، شريف العريان سكرتير اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، شكرا جزيلا لك.